تذكير بأهم العناوين. محافظ صلاح الدين يناقش تنويع فرص الاستثمار ويبحث إجراءات تدقيق أسماء المحاضرين المجانيين وضمان الشفافية. وصول نسب تأهيل جسر الفتحة في بيجي إلى 80%، وأدوية سامراء تعيد مستحضر ساماسايكين إلى الأسواق المحلية. عملية حمرين تقصم ظهر الإرهاب، والسوداني يكلف اللامي لرئاسة النزاهة، وغوتيريش يدعو لتشكيل حكومة شاملة في كردستان. بغداد تدعو العواصم الأوروبية لسحب مواطنيها الإرهابيين من الهول السوري، ونفايات ضيف ثقيل الظل يهدد صحة العراقيين. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.